خالد من الدمام معنا على الخط، تفضل يا اخي خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخنا الله يعطيك العافيه، حبيت اسالك ما حكم من جامع زوجته في نهار رمضان؟ حكمه انه عاص لله معصيه كبيره، فعليه التوبه الى الله، وعليه قضاء هذا اليوم، وعليه الكفاره المغلظه وهي عتق رقبه، فان لم يجد فانه يصوم شهرين متتابعين، فان لم يستطع الصيام فانه يطعم 60 مسكينا مع التوبه الى الله عز وجل. نعم.